جيت على بلغاريا القرن الماضي بعام 82، هدفي كان اني ادرس طب بشري، طبعا على حسابي الخاص، ماني من حراسة بالي يعني. كنت طبعا فكر ارجع على وطني اللي هو سوريا، الوطن الوطن طبعا بالضبط. بس لسه اول ثاني سنه لما نزلت زور اهلي كنت مطلوب من 3 فروع مخابرات وحاولوا يجندوني انه اتعامل معهم بعد تقارير اصدقائي بزملائي، بس انا ما بقدر اسوي هيك، وهذا اللي خلاني استقر ببلغاريا. انا جودة مكي من مواليد مدينة حمص، درست بجامعة بليفن، خلصت طب بال 89 90، واختصيت بجامعة صوفيا، خلصت اختصاص بال 96 جراحة بولية، بس كنت اشتغل كمان مع جراحة بولية جراحة باطنية. ومن أول ما وصل لي زمان عم اشتغل بأكبر مستشفيات بلغاريا، مستشفى خاصة. هلا احنا المستشفى عندنا مستشفى كبيري فوق 300 عامل بيشتغل فيها، أكتريتهم أطباء، بس أنا الحمد لله إنه من هالأطباء اللي بيعملوا برومو دعايات المستشفى. نحن شيء 4 من الدكاترة هني اللي بيعملوا هالدعايات مشان شهرة المستشفى. توفا مينكارا دستانا ليكر أصلا دكتور جودات مكي ورولوك اندرولوك بولني تسانا ديجتا. في لاجئين ما قدروا يطلعوا على الدول الغربية أو مثلا بلغاريا عجبتهم فاستقروا هون، فكنت أنا بالنسبة لهم كمنفس تنفس لهم، وهون الدولة البلغارية بتعطيهم حق اللجوء وحق الطب المجاني. بس قد ما كان هني ما بيعرفوا لغة، فأنا صرت زورهم ببيوتهم، أعالجهم ببيوتهم. في معضلة في الدول الأوروبية للاجئين أو السوريين أو غير السوريين طبعاً المسلمين، مسألة الطهور، اللي بيجي صبي بده يطهره فصعب يلاقي دكتور يطهر له إياه، فأنا طبعاً بروح مجاناً طهر للأطفال. وساعاتي أنا شكر الأب والأم